أسعد الله مساكم مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم إلى برنامج تساؤلات. هذا المساء سنخصصه للحديث عن عودة الحركية والانتعاش للوكالات السياحية، وكالات الأسفار في الجزائر. الحديث كذلك مشاهدينا عن الوكالات السياحية التي تحضر لبرنامج رحلات العمرة لشهر رمضان القادم إن شاء الله. العديد من النقاط التي يسعد بمناقشتها مع السيد محمد أمين برجم، رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السفر. مساء الخير، أهلا وسهلا بك محمد. مساء النور، شكرا محمد على الاستضافة. كذلك عبر تقنية سكايب أسعد باستضافة السيد نادير بالحج مصطفى، مدير وكالة نيوميديا للسياحة والأسفار. سيدي مساء الخير، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مساء الخير، شكرا على الاستضافة. شكرا لك. البداية ستكون بك سي محمد أمين برجم، قبل الحديث عن البرامج التي تحضرها الوكالات السياحية لعمرة شعبان وكذلك رمضان إن شاء الله، الحديث عن هذه الحركية اللي عودة ولات للوكالات السياحية والأسفار في الجزائر، انتعاش الآن تعيش العديد من الوكالات السياحية. نعم، شكرا محمد مرة أخرى على الاستضافة وإتاحة الفرصة للكلام حول هذا الموضوع. كما لا يخفى عليك، الحمد لله خرجنا يعني بأقل الأضرار وسالمين غانمين من يعني أثار أزمة كورونا. أين عرفت جل الوكالات السياحة الأسفار، لم نقل كلها، توقف شبه تام. جاء يعني وإحنا في الذكرى يعني تقريبا الأولى لفتح العمرة، لفتح العمرة من طرف السيد رئيس الجمهورية العام الماضي، لفتح تسجيلات عمرة رمضان، وكانت يعني بشكل تدريجي. جاءت بعدها قرارات عديدة على غرار صحيح. تدعيم الرحلات الخاصة بالعمرة، وكذلك العودة لمعدل الرحلات العادي اللي كان ما قبل كورونا. وبذلك يعني عرفت وكالات السياحة والأسفار العودة الكاملة لنشاطها يعني كما كان عليه الأمر ما في السابق، أي ما قبل كورونا. الآن جل وكالات سياحة الأسفار تقدم برامج في يعني برامج سياحية مختلفة على غرار برامج العمرة، أين تعرف هذه الأيام والأيام القادمة والسابقة يعني إقبال كبير جدا من طرف المعتمرين الراغبين في أداء هذا النسك بعد انقطاع لتقريبا سنتين او ثلاث سنوات. قبل ان نتحدث عن هذه النقطة، ما مدى أهمية هذه القرارات التي تم اتخاذها عندما نتحدث في الجانب السياحي، عندما نتحدث عن رحلات مباشرة إلى الجنوب، تسهيلات كثيرة عندما نتحدث عن تأشيرة للأجانب، ما مدى أهمية كل هذه القرارات لصالح الوكالات السياحية والأسفار وكذلك لصالح قطاع السياحة ككل في الجزائر؟ نعم، هذه القرارات يعني تشكل يعني الدفع بالنسبة لوكالات السياحة والأسفار لتصميم برامج فيما يخص السياحة الداخلية، السياحة الاستقطابية، وكذلك سياحة العمرة. هذه القرارات هي التي كانت دافع لوكالات السياحة والأسفار للتحضير لمثلا رحلات الداخلية في موسم العطلة الشتوية، مثلا رحلات نحو الجنوب، وكذلك القرارات الخاصة فيما يخص استقبال السياح وتمكينهم من الحصول على الفيزا في مطارات الجنوب على سبيل المثال. كل هذه يعني القرارات من شأنها أنها تزيد في الحركية على وكالات السياحة والأسفار، وتزيد في النشاط تاعها، في انتظار أن يقابل هذه القرارات يعني إطلاق برامج طيران مماثلة، لأنه تبقى القرارات تخص إطار مثلا تأشيرة وتخص تكثيف الرحلات، لكن الآن شركات الطيران مطالبة بتكثيف الرحلات ومطالبة بتوسيع رقعة الرحلات حتى تتمكن وكالات السياحة والأسفار من استقطاب الأعداد الكبيرة للسياح الأجانب، وكذلك فيما يخص العمرة تسهيل أبائنا من أجل أداء المناسك فيما يخص العمرة، التي تبقى الآن يعني بكل صراحة شركات الطيران مطالبة ببذل مجهودات تتماشى مع السياسة العامة الخاصة بتنشيط هذا القطاع. ممتاز. بالحديث عن
عمرة رمضان، نحن مقبلين إن شاء الله على شهر شعبان وبعده شهر رمضان. المعروف عند الجزائريين كثيرا أنهم يعني يرغبون في أداء العمرة خاصة خلال شهر رمضان، وهذا الأمر اللي حتكون في حركية كبيرة عند وكالات السياحة والسفر. طيب كسؤال أول قبل ما نتحدث ربما عن الأسعار، عن الفنادق، نعم، وكذلك ربما عن الرحلات، هل الآن الوكالات السياحية عندها برامج خاصة تحضيرا لعمرة رمضان؟ محمد، يعني كل الوكالات الآن تشتغل بوتيرة عالية من أجل التحضير لرحلات شهر شعبان وشهر رمضان، لكن أنه لما نتكلم على تحضير لرحلات وتصميم البرامج السياحية يبقى عامل النقل هو يعني العامل الأهم في تصميم أي برنامج سياحي، حيث لا يستطيع أي وكيل سفر أن يحجز فنادق مثلا دون معرفة تواريخ الطيران. طيب هل فيه إقبال الآن الجزائريين أنتم في الوكالات السياحية؟ نعم، فيه إقبال من قبل الجزائريين قبل نتحدثوا عن العرض والطلب. نعم، فيما يخص الطلب السياحي، الجزائري معروف يعني بأدائه لشعيرة العمرة، تكلموا عن الأعداد في السابق لا يقل على 500,000 يعني معتمر جزائري أدى المناسك تاع العمرة لسنوات عديدة، إلا في فترة كورونا الأعداد توقفت مع توقف الطيران وغلق المجال الجوي، ما دون ذلك يعني الأعداد كبيرة جدا الآن، يعني الناس اللي ما سحلفهاش وخرجت في القرعة تاع الحج مثلا 2020-2021 ترغب في أداء العمرة العام هذا، كان العديد اللي ما قدروش، العديد من العائلات اللي ما قدرش تروح رمضان السابق لأنه عدد الطائرات كان قليل جدا. حبت تروح رمضان هذا، يعني من خلال واقعنا وشان نشوفه في إقبال كبير جدا من العائلات الجزائرية على التحضير للذهاب في عمرة شعبان ورمضان المقبل إن شاء الله. أتحول إلى ضيفي سيد نادر بالحاج مصطفى، لديكم خبرة عندما نتحدث عن برامج خاصة لعمرة رمضان إن شاء الله. سيد محمد أمين برجم قال أنه الطلب كبير والجزائريين معروفين أنهم يرغبون في أداء العمرة خلال شهر رمضان المعظم. طيب هل الوكالات السياحية الآن قادرة على تلبية رغبات كل هذه الطلبات؟ فعلا الطلبات هي طلبات قوية جدا، طلبات ليس إلا في الجزائر ولكن دول كل دول إسلامية صارت فيها تسهيلات في الدولة السعودية اللي سهلت على التأشيرة، ومن بعد سنتين تاع الكورونا دي تما الناس كلهم بداتهم الرغبة باه يمشيو للمملكة العربية السعودية. بالنسبة لنا احنا كمواطنين جزائريين طبعا كانت فيه طلب قوي جدا، ولكن راغبين يروحوا، الإشكال الإمكانيات الرحلات هي ناقصة وتخلي بعد ما خداو الدول الاجنبيه اللي خداو برامج تاعهم السياحيه والطيران تاعهم صارت فيه ازمه كبيره بالنسبه لنا حنا كوكاله سياحه باش الحجوزات في المدينه المنوره او في مكه المكرمه باش نحصلوا على الفنادق حسب البرامج. مادام لحد الان ما عندناش برامج واضحه تاع الطيران ما نقدرش نحجز، والمحجز الفنادق في المدينة وفي قد ما نطول قد ما ناخذ وقت قد ما الأسعار دي ترتفع، قد ما يكون الطالب أكثر من العرض راح نحصل في مشاكل تاع أسعار الفنادق، وهذا واش يدي السعر العمرة في رمضان اللي كانت نقولوا كانت راهي فيها 25,000,000 26,000,000 قد في رمضان أوائل رمضان حتطلع ممكن تطلع حتى 30-32، وهذا على سبب تعطيل برامج الطيران. اما بالنسبه للطلب، الطلب راهو طلب قوي جدا بالنسبه للعرض. الحين احنا ننتظروا في البرامج الخطوط السعوديه والخطوط الجزائريه
الحمد لله كانت شركه طيران فاينانس هي اللي قاعد تقدم رحلات تشوف فيها في الساحه قاعد تمشي حد الامكانيات نتاعها، ولكن طلب اكثر من العرض ما نقدروش حتى نكفوا بالرغبات تاع الطلبات تاع الوكالات ولا تاع المؤتمرين. يعني بالنسبه كاين هذه الاحصائيات كما قالت امين، قبل كورونا كانت 500 الف نصف مليون مواطن جزائري جديد ما نعرفش في العمر، اليوم انا تقريبا بلغ شي 200 الف. وفي نعمل احصائيات من المستحيل نحكوا العدد هذاك اللي كان في السنوات تاع 2019 بالنسبه لي. يعني حد العمره حتتواصل هذا 100% في شوال. وهذا وكان حاجه امر ثاني هو انه صارت المملكه العربيه السعوديه سهل التاشيرات، حاجه سهله خلاص. يعني انت كل يوم قاعد هكا تقول نحب نمشي طول العمره ولا يعني 12 تمشي على الربعه، التاشيرات تكون عندك تقدر تسافر. هذه في حاله ما يكون عندك طيران موجود. كاين حاجه اخرى يعني ناخذ بها عين الاعتبار هو انه شركات الطيران خارج الخليج كما شركه تركيا والاخرين يستغلوا الفرصه، صار عادوش يقدروا باش يتسوقوا مع الوكاله تعطيهم مجموعات على تعطيهم سعر معين خاص، عادوا حابين المبيعات تاعهم حطوهم على الخاص. يعني واحد يحب يعجز يدخل في السيستم وياخذ تذكره. التذكره اللي تعمل 11 مليون الحين تلزم الخطوط السعوديه مثال تلقى 25 مليون 26 مليون. في هذه النقطة في هذه النقطة سي نادر بالحاج سأعود إليك سي محمد أمين برجم. طيب بالحديث عن ربما الأسعار المتوقعة للعمرة، هل تعتقد أنه أنتم الآن تتحدثون عن النقل إذا كان فيه ربما عندكم تواريخ النقل مسبقة ستكون يعني انعكاساتها على سعر العمرة بصفة عامة، وربما حتكون فيه أسعار تكون ناقصة مقارنة إذا كانت عندكم ربما الرحلات قريبة عندما نتحدث عن النقل؟ هل تعتقد أنه ربما النقطة الهامة في الأسعار هي النقل؟ شوف أستاذ محمد، حطيت كما يقولوا يدك في الجرح، ونفس الكلام اللي كان يتكلم فيه الأخ نادير فيما يخص التصميم لبرامج العمرة. قد ما تكون الحجوزات تاعك مبكرة، قد ما تكون الأسعار تاعك يعني منخفضه. احنا كنا في السابق نلوموا على العام الماضي مثلا على شركه طيران الخاص الخطوط الجزائريه ولا الخطوط السعوديه الاسعار اللي كانت مرتفعه. العام هذا نون سيلمون الاسعار مرتفعه، وزادوا اشكال واحد اخر اللي هي التاخر في اعداد البرامج يخلي جل وكالات السياحه والاسفار، احنا نتكلموا على اكثر من 500 وكاله سياحه واسفار منظمه لعمليه العمره، للاسف ممكن 10% اللي عندهم الان تواريخ، وهذا بفضل يعني بعض شركات الطيران اللي دارت توزيع تاع المقاعد تاعها على غرار شركه فلاينس اللي قدمت اللي طرحت البرامج تاعها منذ يومين ولا ثلاثه شهر بالنسبه لشهر شهر رمضان. مكن وكاله سياحه الاسفار من عمل الحجوزات الفندقيه تاعها الان. لو كان نزيدو نستناو اسبوع و10 ايام واحده اخرى بالشركه الطيران زيد تصدر برامج تاعها، الفندق اللي كان يدير 1000 ريال يولي يدير 2000 ريال، واللي كان ب 10000 ريال يولي ب 20000 ريال. يعني الاسعار راح تكون بطبيعه الحال مرتفعه، لاننا لسنا وحدنا في السوق. شفنا الان امتلاء الفنادق في المدينه المنوره بنسبه 100%. يؤسفني ويعني بمراره نقول لك بلي العام هذا الجزائريين ما عادش يقدروا يقعدوا فوق اربع ايام ثلاث ايام ولا يومين في المدينه المنوره، لان الامر يتعدى وكالات السياحه والاسفار. الامر يتعلق بالقدرات الاستيعاب، وحنا راح نحجزوا مع الاخير، يعني اشكال راح يكون كثيرا في المدينه المنوره. ونفس الشيء في مكه، الاسعار قد ما تكون تأخر في إصدار البرامج، وهذه يعني النقطة الجميع يعرفها، بما في ذلك شركة طيران. لماذا لا نحضر مثلا؟ أنا تكلمنا وكان سينادير معنا، تكلمنا مع هيئة الطيران المدني السعودية كان في زيارة، والسوق الجزائري يعني سوق بالنسبة للمملكة العربية السعودية جد مهم،
والدليل على ذلك زيارة وزير الحج السعودي للجزائر في يعني في زيارات ضم وفد يعني متنوع، وتكلمنا وقلنا لهم لماذا برامج مثلا شركات سعودية لم تطرح برامجها. كل مرة يجب أن تكون حجوزات مبكرة لأنه كل دول تطلب الطيران مثلا. لذلك المطلوب من خطوط الجوية الجزائرية بما أنها الناقل الرسمي للمحتمرين الجزائريين، تمنوا من ابائنا وامهاتنا تاع كاع يروحوا في رحلات مباشره باش ما يتعبوش، انها تقوم باعداد البرامج تاع الطيران تاعها للموسم مثلا الموسم المقبل. الان تحضر الموسم المقبل، لماذا لا نشتغل باجندا يعني مسبقه نحضروا المؤتمر يكون عنده وقت باش يحضر التاريخ تاعو تاع العام الجاي 2024 على بالو وقتاش يروح على بالو وقتاش يجي، وكيل السفر يحجز مسبقا الغرفه تاعو على شهرين ولا على ثلاثه ولا اربعه، وممكن يعني عام مسبق راح تكون التكاليف تنخفض بنسبه 40 و30% اقل شيء. اما الان للاسف كما قلت لك يعني الكثير من الوكالات اتصلوا بيا وانا جاي في الطريق، وحتى من قبل الجميع يشتكي يقول لك ما عندناش طيران. نتكلموا على 500 وكاله، ممكن 50 40 وكاله اللي عندها تواريخ والان باش تحضر، الباقي راهم ينتظروا في أن تصدر شركة الخطوط الجوية الجزائرية التذاكر تاعها باش يروحوا يحجزوا. راح يصطدموا بأنه الأسعار راح تكون مرتفعة وبذلك البرامج راح تكون مرتفعة. طيب بالحديث عن الأسعار والتكاليف، السي نادر بالحاج مصطفى كما تحدثنا في البداية فيه إقبال كبير من قبل الجزائريين على وكالات السياحة والسفر من أجل الاستفسار عن برامج العمر على مستوى هذه الوكالات السياحية ليظفر برحلة نحو البقاع المقدسة لأداء مناسك العمر خاصة خلال شهر رمضان المعظم إن شاء الله. لكن ربما السؤال مطروح الآن، كم ستكون ربما نسبيا كم ستكون عمرة شهر رمضان باحتساب تكاليف تذكرة الطيران وكذلك تكاليف كراء الفندق؟ شكرا لك. قبل هذا نكمل الكلام على سيد الأستاذ أمين، وهو الآن ما عادش مشكلة السعر حصل حيصير عندنا مشكل تاع الامكانيه، قد ما نطول قد ما الفندق تتعمر وقد ما يكونش عندنا الامكانيه لا في المدينه لا في مكه. بالنسبه للاسعار راهي حدوك حنا كما تقول عاملين اسعار اقتصادي، اسعار متوسط 4 نجوم و5 نجوم. الاسعار الاقتصاديه في شهر رمضان توصلت تقريبا حتى 26 27 مليون جزائري كل واحد. هذا بالنسبه لواحد الانسان الوكيل اللي حجز مسبقا من عند حجوزات طيران وعند حجوزات المدينه وعند حجوزات مكه بخصوص السعر تاعهم 26 27. اليوم هذا البرنامج هذا لو يعطلوا عليه يعود حق حتى 32 34 مليون. علاش؟ على خاطر ما كانش الامكانيه، وكي تحصل على الامكانيه السعر يرتفع ضعفين او ثلاث اضعاف. هذا بالنسبه للاقتصادي. بالنسبه للمتوسط السعر اليوم هذا احنا كما نديروا احنا حوالي 30 مليون تكون 15 ولا تاع سنه رمضان عادي خلاص الناس تدوز حتى تنطع في المستوى اعلى يلحق حتى 34، المستوى 5 مليون يلحق حتى 75 مليون تقريبا. هذو ما بالنسبه للاسعار، وهذه خدينا الاسعار مسبقا. هو يعني كنا برنامج مسبق طيران وكل شيء. الاسعار هذه زدنا 20% ولا 30% الوكالات اللي ما خدتش عين اعتبار ما عندهاش برامج تاع الطيران، لما يروحوا ما يحصلوش على الاماكن ولا يحصلوا الاماكن البرنامج تاعهم تختلف. لما تختلف اللي يكون يقولوا عنده برنامج 4000 ليالي في المدينه يصير عنده ليله واحده وسعر عالي مرتفع ومش في المنطقه المركزيه، ولما تجي تروح المكه المكرمه ما يحصلوش على الفنادق على خاطر كل حاجه مربوطه بحجوزات. وحد اليوم اللي ما نتكلم معاك اليوم محمد اليوم المملكه العربيه السعوديه كاين اكثر من 8 مليون معتمر يدور في المملكه اليوم. في رمضان راح يكون العدد اكثر، ممكن يزيد بلاش باش نقول ب 20 30% يزيد زياده عليه. باش تعود عرفت به الاهميه، وحنا نعملوا نداء على كل حال ناخذ الفرصه كان لشركه الطيران
الدوله الجزائريه باش يفتحوا البرامج تاعهم ونخلي الوكالات السياحه تواصل مع البرنامج تاعها ونجعلوا ان شاء الله المعتمرين الجزائريين يعتبروا بالسعر حد ممكن باش يكون حد مش مجهول وخلاص. ان شاء الله. سأعود اليك سي نادير. محمد امين برجم، الان يعني المشكل اللي طرحته انه ربما ما فيش ربما برنامج رحلات جوية مسبقة انتم على علم به، يعني يسمح لكم باجراء كل التحضير والاجراءات. طيب اذا كان فيه ربما عندكم انتم الوكالات السياحية تم وضع برنامج رحلات جوية مسبقة من قبل شركات الطيران، هل انتم الوكالات السياحية تستطيعون تقديم عروض عمرة رمضان تكون باسعار منخفضة؟ بطبيعة الحال أستاذ محمد، واش كاين يتكلم الأخ نادير الآن، لما تكون عندك حجوزات تاعك مسبقة التكلفة تقل. قلت لك الفندق اللي حتشريه اللي شريته مثلا في جانفي ب 1000 ريال ممكن تشريه في مارس بداية مارس ب 2000 ريال ولا 1500 ريال، والأعداد تاع المعتمرين في تزايد مستمر. أنا نقول لك العامل الأساسي للواجب إعادة النظر فيه هي والعمل عليه بسرعة هو التنظيم المسبق لتوزيع الرحلات، هذا وحدة، وحتى أسعار تذاكر الطيران اللي تكلموا على 15 و17 و14 مليون سنتيم، يعني أسعار كبيرة إن شاء الله. نتمنى أنه مستقبلا تعاود ترجع الأسعار، يعني في المستقبل القريب أقصد تعاود ترجع لما كانت عليه قبل كورونا، ولو أنه الأمر عارفين صعب مع ارتفاع تكاليف يعني الطاقه والامور هذه. لكن وكيل السياحه والاسفار ولا وكالات السياحه والاسفار في الجزائر مستعده لتصميم برامج تتماشى مع يعني متطلبات المعتمرين الجزائريين، شرط ان تكون هذه البرامج. الان قلت لك وكالات السياحه والاسفار صدقني من بين اصعب المواسم في قضيه التنظيم عليها، لانه الان هو جالس ويستنى ممكن الخطوط الجزائريه تعطيني 50 ما تعطينيش، تعطيني 15 تعطيني اوائل تعطيني اواخر، نروح نحجز ما نحجزش الفندق، نحجز الان نحجز بعد ذلك. يعني تخطيط لتصميم البرنامج شغل كبير وماك مربوط بعده متغيرات، يعني ماكش تعمل في كل حاجه تملكها انت. الوكيل السفر ما يملك لا الفندق، ما يملك لا الطيران، ما يملك لا الإعاشة، ما يملك أي شيء، يعني هو يصمم فقط. لو كان الأمر مسبق يستطيع أن يصمم وبأسعار أسعار على الأقل تكون ناقصة بالأسعار هذه الحالية ب 30% أقل 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 شيء، لأنه راح ياخذ الإيرلي بوكينج، ومعروف في السياحة قد ما تكون الحجوزات مبكرة قد ما تكون الأسعار مبكرة. لذلك الواجب النظر في طريقة تصميم هذه البرامج حتى في قضية الحج مثلا مستقبلا. لماذا لا نتكلم على كراء لمواسم عديدة، يعني 2 3 مواسم، حتى تكون عندك أسعار تقدر تتماشى مع قدرة المستهلك السياحي الجزائري وقدرة المعتمر الجزائري. طيب سي نادير، بعيدا عن هذا الهاجس اللي أصحاب الوكالات السياحية يتحدثوا عليه في كل مرة عندما نتحدث عن الرحلات الجوية، ماذا عن تكاليف كراء الفنادق في البقاع المقدسة؟ هل هي نفسها قبل الكوفيد أو فيه ربما تغيير في الأسعار تكاليف كراء الفنادق؟ طبعا هذاك حسب السوق الطلب والعرض. بالنسبة للوقت الحاضر الطلب قوي جدا، زي ما قلت لك فيه تقريبا اليوم 8 مليون لأول مرة صارت في المملكة العربية السعودية في رجب، وفيه العدد هذا موجود. يعني بالنسبة للأسعار راهي ارتفعت ماشي ب 100% تقريبا 200% وأكثر. بالنسبة للمدينة اللي كنا من الأسعار تاع الغرفة ناخذوها تقريبا 120 ريال، اليوم راهي تدير 600 ريال. حسب يدها هي 5 أضعاف تقريبا. في مكان نفس السعر. بالنسبة للفنادق اللي كنا في الفنادق الخمس نجوم في الوقت الحاضر هذا كانت تدير 600 ريال الغرفة، صارت تدير 3900 سعر الغرفة الليلة واحدة. بالك 3900 واش معناتها؟ معناتها 20 مليون. هذا ليلة واحدة في فندق 5 مليون.
هذو هما الاسعار اللي كانت زايده بزاف تما، هما استغلوا الفرصه بالنسبه للطلب والعرض، وحنا مع الاسف ما عندناش امكانيات باش الطيران باش نروحوا نحجزوا مسبقا ونخلوا مسبقا. يعني دوكا واش كاين ما نقدروش لا تكلف النفس وسعها، نمشيو للشوال ان شاء الله تكون الاسعار تكون تنزل الاسعار، وهذا هو الشيء اللي اقترح عند المواطنين لكن لا يزيدوا يخسروا البلان تاعهم باش يروحوا في رمضان ولا العام الجاي ان شاء الله يكون فيه خير. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله اكبر عدد ممكن من الجزائريين يؤديوا مناسك العمره ان شاء الله خلال شهر شعبان وكذلك رمضان، لانه يعني فيه انتم عندكم ربما برامج الان مخصصه لعمره شعبان ورمضان وان شاء الله كذلك شهر شوال. شكرا جزيلا لك سيد ندير بالحاج مصطفى مدير وكاله نوميديا للسياحه والاسفار، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله عبر تقنيه سكايب، بالتوفيق ان شاء الله لكم. نخلي لك الكلمه الاخيره سي محمد امين برجم. شكرا محمد، قلت لك على لسان كل اخواننا وكاله السياحه والاسفار اللي قاعدين يحضروا البرامج رمضان، نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق ونتمنى لهم يعني القوة على على والقدرة على مواجهة التحديات القادمة. رسالتي لشركة طيران على غرار الخطوط الجوية الجزائرية في استعجال إصدار برامج الطيران حتى تسمح لنا كوكالات سياحة وأسفار أننا نصمم برامج لمعتمرينا وتكون بتكاليف منخفضة، لأنها قد ما رايت تعطل في إصدار البرامج قد ما التكاليف راه تزيد وراح ترهق المعتمرين تاعنا. كما كذلك نتمنى أنه موسم العمرة يطول أنه الشوال حتى يكون يعني العائلات اللي قد تروح في رجب تروح في رجب، اللي تروح في شعبان تروح في شعبان، اللي تروح في رمضان تروح في رمضان وتروح الشوال إن شاء الله. والعام الجاي إن شاء الله نتمنى أنه تكون الأمور أفضل بكثير من العام هذا، بالرغم أنه قلت لك يعني استعدنا النشاط، لكن فيما يخص نقطة الخدمات وقضية الأسعار اللي إن شاء الله نتمنى العام الجاي العودة ولما لا للأسعار اللي كانت ما قبل كورونا، وهذا هو التحدي الحقيقي اللي يجب أن نشتغل عليه كثيرا كوكالات سياحة وأسفار وكذلك شركات طيران وكذلك كمتعاملين مع إخواننا في المملكة العربية السعودية حتى ترجع الأسعار اللي كانت ما قبل الكورونا وتكون في زيادة نسبية قليلة. معليش المهم تكون في أسعار معقولة تناسب جميع فئات المجتمع، وشكرا جزيلا على الاستضافة. شكرا جزيلا لك سيد محمد أمين برجم رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السفر على هذه المدخلة، كنت ضيفي في برنامج تساؤلات تعيد، وأشكر كذلك سيد ندير بالحاج مصطفى مدير وكالة نوميديا للسياحة والأسفار. مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام برنامج تساؤلات لنهار اليوم، تحياتي الخاصة والخالصة لكم والسلام عليكم.